أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. المجلس الإسلامي السوري يدين القصف الإيراني على شمال سوريا والعراق، ويدعو الدول العربية ودول المنطقة للتحرك العاجل والوقوف صفا واحدا في وجه خطر التمدد الإيراني. انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الاستثمار الأول في الشمال السوري بمدينة الراعي في ريف حلب شمالي سوريا، حيث سيعرض في المؤتمر منتجات وصناعات سورية متنوعة. مقتل مدني وإصابة 8 آخرين بينهم طفلتان وامرأة جراء قصف صاروخي من قوات الأسد استهدف الأحياء السكنية في مدينة أريحة جنوبي إدلب وفق الدفاع المدني السوري. الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في السويداء حكمة الهجري يعلن تأييده الضربات الأردنية التي تستهدف تجار المخدرات في سوريا لمحاربة تهريب المخدرات. الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل فرونتكس تكشف أن عدد حالات عبور المهاجرين غير الشرعي إلى الدول الأوروبية ارتفع بنسبة 17% خلال 2023 مقارنة بالعام 2022، العدد الأكبر منهم خلال العام الماضي من الجنسية السورية. الأمطار الغزيرة والسيول تجتاح المدن والبلدات في الشمال السوري، ما أدى إلى غرق الطرقات وإعاقة الحركة المرورية.